خذ التين انا واحد. ها عزيزي سافا تشوي تشوي ساقي امشي. لاباس لاباس. يا عايش يا ميرسي عمر عايشك عايش رويجلي اي حيت شويه. هاي قوم 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 اخذ الديفون ارتاح لك عزيزتي قوم هاي هاي يا مي ماي مي ماي لطفا لك بنتي هاي 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 لطفا عزيزتي ارتاح مد سبيقاتك مد سافا. اي شبيك ما جيتنيش ورا واحد بيا عزيزتي ما قلتليش عزيزتي انت ما جيش لبالك تتعدي لي وحدك وراسك ما جال بالي وراني استنيتك قدام الخدمه. ما تقولش مرايتي توثيقاتها يتقطعوا بالمشي. عزيزتي خدي تاكسي تاكسي وهي ثم تاكسي وقت خروج الخدامه. تي انا شديت وحده سبقني ليها عويزك قلت له راني انا اللي وقفتها قال لي شهمني فيك. حتى شفر تاكسي في بالي كلمته باش يهبطوا عمل روحه ما سمعنيش عبدو كلا زهد وده كرستو ومشى. نحس في روحي مهزومه على الخ. لا 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 الله لا يهزمك عزيزتي يا مريتي الباهيه ماكش مهزوم. مريتك كان جيت مريتك راك تفكرتني واستنيتني وجيت روحت بيا. اما انت نفسي نفسي ولا يرحم من مات. طب عليه هكا تحسس فيا بالذنب عزيزتي نسيت انا غالب. نسيتني بالحق نسيتني وراسك عزيزتي نسيت. هذا اخطر الحكايه كي تنساني تنسى اللي عندك امراه موضوع لازم نحكيو فيه. عزيزتي علاش كل حكايه هكا تعملها طول وكراسي مره هذه نسيت مره جايه ما ننساش. لي 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 مش لازم تتعب روحك وتشقي مخك باش تتفكر اللي انت عندك امراه. تيزي عدم الغش وانت كانك تتسبب على شرين عركه. لا عركه ولا صوات المره الجايه نلقى حل لروحي. حل حل شنو؟ حل السقاية. ولا تنحيك الصبات العالي وتعمل صبيبة هكا واطي توا سقيك ما عادش تعبك. بالضبط اتوا نحي الصبات العالي وقت اللي نسوق وكي نهبط نلبسو. سوق اما كرهبه باش سوقه. كرهبتي كرهبتك. اي كرهبتي اللي تسوق فيها انت كرهبتي. شنو هي هالطلعه هذه طلعت لي بها جديده؟ شو غدوه الصباح تخلي لي المفاتح والاوراق وكان حبيت تستناني نوصلك نوصلك كان ما حبيتش مانيش باش نلحلح بيك. لهالدرجه؟ اما درجه اما درجه انا استنيتها عامين حتى لين جاي طريقي ونخلص فيها بكريدي قصو فيه من شهريتي وزيد كل ما تكسر قطعه انا اللي نخلص فيها ونصلح فيها الفينييت والاسيرونس انا اللي نخلص فيهم. عليه انت اللي تسوقها وانا ضرب 6 كيلومتر على ساقيا شوف كيفاه وتنسى باش تعدي لي وتروح بيا ساقيا مشيت. حيطة حيطة دي كرهبتي يهديني و اي ساقيا حبي تحبش نجيب لك بانو ما سخون تغطس فيه سويقاتك ونكمد لك سوابعك حبي. اي جيب جيب وفرد المره جيب المفاتح والاوراق نتاع الكهرباء. بي 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 ما تغشش روحك عزيزتي. اي 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 نيتي سوابعي لشلشو ليه يا بيهم وبمذات وانقدوا بعد تلكو علي كل مره شنو طلع اللي طلعت لي بها توا تحبني نسلملها في الكهرباء مش ساتتها ترتح سبيقاتها وانا نضرب الكارع ولا نوقف لوطو ستوب دويو. ايه شفت عزيزتي كان قعدنا في نفس السيرفيس رانا نمشي وجميع ونروحوا جميع. مش انتي دبرت عليا باش ننقلها وقلت لي ما يجيش منه انا مسؤول وانتي تخدم معاي طيب يقولوا عامل فيها في معامله خاصه. اي عاد انا قلت لك نقل سيرفيس اخر مش لدارة مطيشة في الخلال وين تبيض النعامة حبي. انت اللي شجعتني عليها عزيزي بلا مرة قلت لي تعطيوك حق الركوب. اي ما وعطاوك حق الركوب وين اش لازنك يا عندي كرهبتي انت رجعت لك نقد كرهبتك عزيزتي. تسخيني نسيت مش قلت لك باش تجيب لي الاوراق والمفاتح. انا نورمال عندك انت اصحابي واصحابك عيلتي وعيلتك بس كل تعرف اللي الكرهبة نتاعي تو تحب تخليني نضحك بيه؟ نقوى ساعدك يا بابا كان سوق بيك انا. لا ما يساعدنيش سامحني. انا ساعة حبيت نرتحك
مش ديما تقول تعب من السوقانة وظهري تقول بالكرسي وصابعي عكشوا على الفولون وساقيك ما عادش نجم تطلقهم. يا اخي انا حبيت نرتح عزيزي رويجلي اللي نحبه، قلت نتعب انا في عوض. هي ما انت عندك سنين ما سقتش، كيفاه باش تواجه السيركولاسيون حبي؟ كيما واجهتها انت عزيزي اول ما بديت تسوق. لو كان لا يقدر الله وحجر في فم الشيطان يصير لك حاجه في الطريق. ما يصير لي شيء، حتى ونمشي في العشرين ونشد يميني وما ندوبلش وزيد عزيزي يبدا قاعد بجنبي، انا نغلط وانت تصلح لي. لا انا ما ظهر لي كان نركب معاك عزيزتي. على كيفك. صباح الخير عمر. صباح الخير. اخي قداش الوقت توا؟ الستة. خارج؟ خارج. ايش بيك من طاب؟ هكاك ويا بابا الله كان نخلط. هكا خليتك الاوراق نتاعك ونفتح وربي معاك. عايشك معايا ومعاك. رد بالك على روحك في الثنية. ماني قلتلك باش نسوق على ظهر النمالة. تفقد الماء والزيت كل يوم قبل ما تخرج. نعرف نعرف، سقت قبل ونعرف. قبل ما الديمار يغزر للروتروفيزور. إيه طبعا مش مازال بكري عليك انت؟ باش نستنى الكار. هكاك نشوف نخلطش في الوقت. طبعا نتعدي لك انا نروح بيك. ما تعبش روحك ما تعدليش. تعلم اليوم انسان يا عزيزتي. انا مانيش انت. قلت لك ما تتعدليش. باش اصحابك في الخدمه ما يقولولكش بك عطيت الكهربه لمرتك؟ لا باش ما يقولوليش بها فكتها لك. يا اخي اللي ياخو حقه تسمى فكو. انت تقويت عليا، انت فكيتها لي بالقوه. طيب لازم ربي يعطيني ناخو حتى زمرده خرده ونقعد تحت رحمه حتى حد. فاش قام هالكلام عزيزي؟ تحب تحمم لي قلبي؟ بسلامه فرحت. كما قلت لك ما تتعدليش. خليني نضرب الكاره مش نحسش معناها نخلي مرتي تمشي على ساقيها 6 كيلومتر. ان شاء الله نهارك زين عمر. ما حقنيش هكا توا هكا يا فرح نبزت راجلك. شنو كرهبتي ولا كرهبتو؟ خيط 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 عليا مصطها يا ما يسر عليا. زاد انا 6 كيلومتر على ساقيا وما نلقاش شكون يحس بيا. طب باش يغضب وما عادش باش يركب في الكرهبة. زعما نرجع له الاوراق والمفاتيح. ايوه شنو نرجعهم له عمر؟